العالمين، ليس لنوعين يا رب في شدائدنا وفي ضيقاتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. أخطيت إخواتي سامحوني، أحسن forgive me and pray for me. شليل إيرني باسي مارن شبه ما تطفن بريفر بستاني أوه النايت في نوت في أوتم بن شوس هو بنوتي من سوتي ريسوس بيخريستوس جي اف ارس كوازينيغون اف ار فويثينيرون اف ار هيرون اف شوبتينيرو اف اف تي اسويرون اف تي توتين اف انتين شاريتاي او نوثاي ان ثوف اون مارنتي هو ارو فوبوس انت اف ار هيرون خين باي او اثو افاي نمني او تيرو انت بن اون خين هيريني نفين εν γε πι παντο κρατόρ επσοί σε πενότι. Αιώ ε σέιδε ραμπιλ ηλέχ δαβιτά αλκόλ. Αβου ραμπινα ο ηλέχ ναμ χαλλισνά Ιεσού αλ Μεσίχ. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام العداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة وعلى العقارب وعلى كل قوة العدو. Christos,
Shlil Ir Nipasi Again, let us ask God the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, we ask and entreat your goodness over mankind. Remember, O Lord, the sick among your people. تعهدهم يا رب بالمراحم والرافات اشفيهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل ضعف وروح الامراض اطردوا والذين ابطأوا مطرحين في الامراض اقمهم معزيهم والمعذبين من الارواح النجسة اعتقهم جميعا الذين في السجون او في المطابق او الذين في النفي او في السبي او المقبوض عليهم في عبودية المرة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين يا رجاء من ليس له رجاء يا معين من ليس له معين يا عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها رب رحمة أعطيها راحة أعطيها سلام أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطاياها وأثامها ونحن أيضا يا رب أمراض نفوس نشفيها والتي لأجسادنا عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك We ask and treat your goodness, O lover of mankind. Remember, O Lord, our fathers and our brethren who are traveling. والذين أنمون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين إن كان في البحار انهار بحيرات طرق المسلوكة أو في الجو أو المسافرين بكل نوع كل أحد في كل موضع ردهم إلى ميناء هادئ ميناء الخلاص تفضل يا رب اصحبهم في الإقلاع واصحبهم في المسير ردهم إلى مساكنهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب غربتنا التي في هذا العمر احفظها بغير ضرر ولا عواصف ولا قلق إلى الانقضاء فلنسبح مع الملائكة قائلين Without sin, Lord, have mercy on us. O you without sin, Lord, help us and receive our supplications. For yours is glory, the dominion, triple holiness. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, bless us. Amen. Father, hallowed be thy name. Thy kingdom come, not on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Christ Jesus, our Lord, thine is the kingdom, power, and glory forever and ever. Lift up our prayers unto your beloved Son, that he may forgive us our sins. Ask the Lord on our behalf, that he may have mercy on our souls and forgive us our sins.
Intercede on our behalf before Christ whom you bore, that he may grant us the forgiveness of our sins. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. The pure. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. The pure turtle dove who declared in our land and brought to us the fruit of the Spirit. That dove has announced who was the peace of God for mankind. He is Jesus, the begotten of the Father. He was born of you for setting free our race. O our Lord Jesus Christ, make for yourself within us a temple of your Holy Spirit, glorifying you. We ask you to remember us, O our faithful advocate, before our Lord Jesus Christ, that he may forgive us our sins. You have come and enlightened us through your gospel and taught us the Father and the Son and the Holy Spirit. All the tribes of the earth were blessed through you, and your words have reached the ends of the world. Pray to the Lord on our behalf, O beholder of God, the evangelist, Mark the apostle, that he may forgive us our sins. For in the days of your high priesthood, this great grace came to us, we the undeserving. Those who went to us, two harbors of salvation, they have enlightened our souls through their holy bodies. Pray to the Lord on our behalf, O my fallen fathers, who have children, Abba Shoy and Abba Paul, that he may forgive us our sins. Ask of him who you have borne, our good Savior, to take away our troubles and grant us his peace. غير مخلوق ساوي لأبي الجوهر الذي كان كل شيء.
قاعدة السماوات جالس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي يدينا الحياة والأموات الذي ليس نصيف ضاع نعم من الروح القدس الرب المقدس من الآب نسجد له ونمجده الآب والابن الأنبياء كنيسة واحدة قدس جامعة رسولية نعترف بالمعمودية واحدة نغفر الخطايا وننتظر قيامة الأموات في حياة الدار الآتي آمين تنقش تغو الخايفين يا نصاصي تنتني ربوك نبي يوم تنتبي ونستي وامين اللهم ارحمنا قرر لنا رحمة ترأف علينا واسمعنا وباركنا واحفظنا واعيننا وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب شليل إيريني باسي Master Lord Jesus Christ, our God, who set to saintly honor disciples and holy apostles, many prophets, righteous men, have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them, but as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرفضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا الآن يا سيدي تطلق عمتك بسلم حسب قولك عني أرسلت خلاص الذي أعطيته وقدم لي عشر نورا تجلب من شعب مستعين استاسيتي استاسيتي متغوبو أثيو أكوس من توايو Izmarotin javisni ochenevrani mipshesem notin tenigom kiriyef logison ektokata markonageo evangelio to anagonosma بخوف أمام الله لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري مرقس البشير بركاته على جميعنا آمين من مزامير معلمنا داود النبي بركته المقدسة فلتكن معنا آمين الرب يعدد الصديقين يعرف الرب طريق الذين لا عيب فيهم ويكون ميراثهم إلى الأبد والصديقون يرثون الأرض ويسكنون فيها إلى ظهر الدهر مبارك الآتي باسم الرب
ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحان، لئلا يأتي بغتتان فيجدكم نيامان. وما أقوله لكم أقوله للجميع، اسهروا. اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا، لكن نجينا من الشر. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحيية الذي نفخ في وجوه تلاميذه القديسين وسط المكرمين، قال لنا اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا أنعمت على عبيدك الذين يخدمون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان الأرض أن يغفروا الخطايا ويربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا رب يا محب البشر عن عبيدك ولادي واخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا، وإن كنا أخطأنا عليك بشيء بعلم أو بغير علم، صغر القلب أو جزع القلب، أخطأنا عليك بالقول بالفعل بالفكر أو بجميع الحواس، يا رب انت عالم بضعفنا، انت عالم بضعف البشر، كصالح ومحب للبشر تفضل اغفر لينا خطايانا وباركنا. أمين. طهرنا. أمين. حالنا وحال كل شعبك لأن من خوفك قدس من Christos Ion Astonion on Amin Tinoshi Volingo in Mojio Ben Shois Isus Me Christos. المسيح إلهنا بخريستوس بن نوتي. يا ربنا يسوع المسيح يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرنا سلامك، وحل بسلامك يا رب في كل العالم، واغفر لينا خطايانا، لأن لك القوة والمجد والعزة والبركة لأبد أمين. And make us worthy, O Lord, to pray thankfully, our Father who art in heaven. Amen.
ويسنين أنا للي للي آخر نفراني مثيوتني مبشيرين بابن ما سواب أنوت أمين تسبحة وصلات الساعة الثالثة من النهار المبارك. The prayer of the third hour we offer to our Lord Jesus Christ, beseeching Him to forgive us our sins. From the Psalms, our Father David the Prophet, may His blessings be with us all. Amen. Mary, Yohanna al-Bashir, Dahuri Gospel, according to St. John, may His blessings be with us all. Amen. When the Comforter of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, has come, He shall teach you all things and bring to your remembrance all things that I said unto you. My peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world gives do I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard how I said unto you, I go away and come again unto you. If you loved me, you would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass you might believe. I will not talk much with you, for the prince of this world comes and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, so I do. Arise, let us go from here. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit he prunes, that it may bring forth more fruit. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you. May the word of God be concluded in peace. We worship you, Christ, good Father, and the Holy Spirit, for you have come and saved us, your Holy Spirit, O Lord, whom you sent forth upon your holy disciples. And honored Abbas in the third hour, do not take him away from us, O God, O good one, but renew him within us. Create in me a clean heart, O God, and renew your spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit away from me. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين وسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحييا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا يا رب، يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. O Theotokos, you are the true vine who bore the cluster of life. We ask full of grace with the apostles for the salvation of our souls. Blessed the Lord our God. Blessed the Lord day by day. He prepares our way, for He is God of our salvation. Amen. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. Just as you were with your disciples, O Savior, and gave them peace, graciously come
Also, and be with us and grant us your peace and save us and deliver our souls. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون ليسون كريا 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 ليسون هولي 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 لورد اوف هوست قدوس 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 رب السبعوت. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء الذي عزنا كل حين عزاء الروح القدوس O God of all compassion. شويس ناينان الليلويا الليلويا خين وفراني مجيوت نمي بشير نمبنو ما سواء بنوت ينوت أمين. تسبحة وصلاة الساعة السادسة والتاسعة. The prayer of the sixth and the ninth hour from the blessed day, we offer to our Lord Jesus Christ, beseeching Him to forgive us our sins from the Psalms of our Father David the Prophet. May His blessing be with us all. Amen. زوكساس يوسي يوسي مفصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير ده هولي غاسبا كورن سان ماثيو. May his blessings be with us all. أمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزائن الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصنيع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين
افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبدين أمين. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك تخلصتنا روحك يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرى عليها ابونا آدم في الفردوس. مزك صدق خطايانا يا المسيح لنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي يقول فاسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. O Jesus Christ, our God, who nailed to the cross in the six-hour kill sent by the tree, and by your death you made alive the dead man, whom he created with your own hands and had died in sin. Put to death our pains by your healing and life-giving passions, and by the nails with which you nailed to rescue our mind from thoughtlessness of the earthly deed and worldly lusts, to the remembrance of your heavenly commandments, according to your compassion. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الزولدة منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. صنعت خلاصا في وسط العهد كلها يوم المسيح لهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الامم تصرخ قائلا مجد لك يا رب. نزكل شخص غير الفاسد ايها الصالح طالبي مغفره خطايانا ايها المسيح لهنا، لان مشيئتك سررت ان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبوديه العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا. قدوس الله قدوس الله قدوس الله قدوس الله قدوس الله أرحمنا قدوس الله قدوس الله. يا بين الذي في السماوات السلام عليك نسألك يا القديسة متلمة العذراء كل حين. نشكرك يا ملكنا ضابط الكل أبا ربنا ولا نخلص نسوى المسيح ونمجدك. زوكسوس يوس يوس موفصم شارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير The Holy Gospel according to Saint Luke means blessings be with us all. أمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع قفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا.
فقالوا له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكان نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه ليتكؤوا في كل موضع 50-50. ففعلوا هكذا واتكؤوهم أجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا ثم رفع ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة. والمجد لله دائما أبدا أمين. نسجد لك أيها المسيح. We worship you Christ with Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us, O you who tasted death in the flesh in the 9th hour for our sake. We the sinners put to death our carnal lust, Christ our God, and deliver us. Let my supplication draw close before you, O Lord, according to your word, give me understanding. Let my petition come before your presence, according to your word, revive me. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني الصالح ولا ترزني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيء فهمي واجعلني شريكا نعمة أسرارك المحية، لكي ماذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهاك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل ملائتك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا انقضاء وتسلمنا للدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. When the thief saw the Prince of Life hung on the cross, he said, had not the one crucified with us been God incarnate, the sun would not hide its rays, nor would the earth have quaked trembling. But O you, the Almighty One who endures all things, remember me, O Lord, when you come into your kingdom. يا من قبل إليه اعترافا لسه على الصليب، اقبلنا إليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك، ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. When the mother saw the Lamb and Shepherd, the Savior of the world, hung on the cross, she said, while weeping, the world rejoices in receiving salvation, while my heart burns as I look at your crucifixion, which you are enduring for the sake of all, my Son and my God. يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله. Lamb of God who carries the sin of the whole world, hear us and have mercy upon us. Amen. Pure and precious.
معطاك يا رب أنت في المقولة أن ذبحت عن خطايانا وعن جميلة شعب والذين أمرونا أن نذكرهم أمامك رب كل واحد باسمه كل واحد اذكر يا رب عبدك يا رب فادي عبدك يا رب نص عبدك يا رب أيضاً اذكر عبدك يا رب اذكر عشان فرعون من يوم مشي افز مرات جاء ابن تديه قاتل أمين افز مرات جاء ابن يسوع شيء سأخلصه أمين افز مرات جاء ابن روما سأمر كليتون أمين glory and honor honor glory father the son the holy spirit in God أمين الله يختار الله يحبك نسأل الله أن تبارك معك هذا هو حمد الله الذي يحمد يا حمل الله يا حمد الله سيا الأمور ذبيحة من ذبيحة يعقوب I have sent for him. يا حمل الله يا حمل خاتم الأنبياء اذكر يا رب كل واحد باسمه اللهم اجعلنا مستحقين صلي بالشكر يا ابانا الذي في السماوات مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس لاب والابن والروح القدس سلاما بنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي مبشيرين بابنه مسواب نوت نوت امين افز مروت انجف نوت فيوت بيبان تو كراتور آمين مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا امين Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Amen. One is the Holy Father, one is the Holy Son. Blessed be the Lord God forever. Amen. Praise the Lord, all you nations. Praise Him, all.
mercies confirm upon us, and the truth of the Lord endures forever. Amen. Alleluia. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، شفق علينا وعضدنا وأتى بنا هذه الساعة هو أيضا. فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا. Oh, Master Lord God, the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, we thank you for everything, concerning everything, and in everything, for you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to yourself, spared us, supported us, and have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion upon us, hear us, help us, and accept the supplications and prayers of his saints, for that which is good on our behalf at all times, and make us worthy to partake of the communion of his holy and blessed mysteries for the remission of our sins. Lord, have mercy. Therefore, من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. أما الرفات أيها السيد رب يسوع المسيح الشريك الذاتي وكلمة الأب والدس والسلام القدس، أنت والخبز الحي سبقت خسرت ذاتك حبلا مريم حتى الناس أخطأ صالح البشر، اظهر وجهك رب على هذا الخبز وعلى هذه الكأس، هذا نزلنا وضعنا أمام جزمانك التي لك، باركهما قدسهما طهرهما وانقلهما لكي هذا الخبز يصير جسدك المقدس والمزيج الذي في كأس دمك الكريم، وليكون لنا جميعا تقاء نشفاء خلاص أنفسنا وكسرنا أرواحنا، لأنك أنت هو إلهنا يليق بك المجد مع بك الصالح والروح القدس الآن كل أوان يا دهر دون. أمين. Oh.
forgive me. اسمه forgive me. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم إخواتي الشمامسة وكل الشعب وضعفي فليكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هناك 12 رسولا فم الناس الله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك قديس ساويرس معلم ديديس كورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس غريغوريوس ومن وفاة 318 زنا اجتمعوا بنقيم 50 بقسطنطينية و200 بأفسس فما بين الطباوي البابا تودروس الثاني وشريك الخير المسؤولية بين اسقف المكرم بيتر فما حقارتي لأن مبارك ملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان دهر دور أمين Yeah.
البولس، بولس عبد يسوع المسيح رسول المدعى المدعو المفرز لبش الله. فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته تكون معنا أمين. لأنه إذا قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى للرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن شريكان عاملان الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وبحسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم ماهر، قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. وإن كان واحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، حطبا، عشبا، قشا، فسيعلن عمل كل واحد، لأن اليوم سيظهره، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد كيفما هو. فمن بقي عمله الذي بناه ثابتا فسينال أجرته، ومن احترق عمله فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ فمن ينجس هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي هو أنتم. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم. وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة، فلا يفتخرن أحد بالناس. فإن كل شيء لكم، إن كان بولس أو أبولس أو كيفة أو صفا أو العالم أو الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة، جميعها هي لكم، وأنتم للمسيح والمسيح لله. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم. آمين. الكاس لكم من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته تكون معنا أمين. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الأبد. أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا، أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الجماعة المختارة التي في بابل وماقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. العالم يمضي وشهواته، والذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد. أمين.
براكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم تكون معنا أمين. وكان يوجد يهودي اسمه أبولس اسكندري الجنس رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريقة الرب وكان هو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع فلما سمعاه برسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى آخائية حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذ فقال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم بماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بيسوع، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم فتفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. وكلمة الرب تنمو وتزداد وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. مجد الآب والابن والروح القدس الآن كل أوان ودهر دهور آمين. النهاردة أحبائي سبعة بابا، اليوم السابع من شهر بابا المبارك. أحسن الله استقباله وعاده علينا جميعا ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والذلات من قبل مراحم الرب يا أولادي وإخواتي جميعا أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 418 ميلادية تنيح القديس العظيم الأنبا بولا الطموهي. طبعا الأنبا بولا الطموهي غير الأنبا بولا أول السواح، تمام؟ وقد ولد هذا القديس ببلدة طموه إحدى قرى محافظة الجيزة. ومن عظم محبته للمسيح أضنى جسده بكثرة النسك والأصوام حتى ظهر له السيد المسيح قائلا كفاك تعبا يا حبيبي بولا. فقال له في اتضاع دعني يا سيدي أتعب جسدي من أجلك كما تعبت أنت من أجل جنس البشر، وأنت الإله الحقيقي قد مت عنا نحن الخطاه غير المستحقين. فعزاه الرب وقواه ثم صعد إلى السماء. ولما مضى البار الأنبا بشوي إلى جبل أنصنة بعد غارة البربر الأولى على برية شهيد سنة 407 ميلادية استقبله القديس بولا بفرح لأن ملاك الرب كان قد ظهر له وقال له إن جسدك جسد الأنبا بولا سيكون مع جسد الأنبا بشوي. وقد تم قول الملاك بعد ذلك إذ تنيح الأنبا بشوي في 7 أبيب 417 ميلادية ودفن جسده هناك. وبعده بثلاثة شهور تنيح القديس الأنبا بولا ووضعوا جسده بجوار جسد الأنبا بشوي. وفي زمان بطريركية البابا يوساب الأول في الفترة من 830 إلى سنة 849 أراد هذا البابا نقل جسد الأنبا بشوي إلى ديره بشهيد ليكون بين أولاده اللي هو دير الأنبا بشوي في وادي النطرون. ولما قام المكلفون بهذه المهمة بوضع جسد الأنبا بشوي في السفينة تعطلت السفينة عن المسير. وكان هناك شيخ قديس يدعى أرمية أخبرهم أن المركب لن تستطيع المسير بجسد الأنبا بشوي وحده لأنه كان يوجد عهد بين القديسين الأنبا بشوي والأنبا بولا من قبل الله أن يظل معا وغير مفترقين في أيام غربتهما على الأرض وبعد نياحتهما أيضا. فرجعوا وحملوا جسد الأنبا بولا أيضا ووضعوه في السفينة بجوار جسد صديقه الأنبا بشوي. فصارت السفينة بسلام فسبحوا الله ومجدوا القديسين العظيمين الأنبا بولا وصديقه الأنبا بشوي. ولما وصلوا بهما إلى دير الأنبا بشوي ببرية شهيد ووضعوهما في صندوق واحد مع بعضهما داخل كنيسة الأنبا بشوي وما زال يرقدان معا حتى اليوم داخل مقصورة جميلة تظهر منها بعض المعجزات والأشفية. بركة صلواتهما القديس الأنبا بشوي والأنبا بولا الطموهي تكون معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.
Ashlil Irini Pasi Master Lord Jesus Christ our God, who said to saintly honored disciples and holy apostles, many prophets, righteous men, have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين عوسونا ان نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نصعدها اليك ايها الرب الهنا، الذين سبقونا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. الآن يا سيدي تطلق عبد السلام حسب قولك عيني أبصار الخلاص الذي أعطيته من الشوق نورا تجل أمر من شعبك إسرائيل. Fizmaro tenjev yesnio khenevrani bepshesevno tentenigom kirie flogison ektokata lokanageo evangelio to analonosmo sikeye قفوا بخوف الله لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير بركته علينا آمين. من شايس أوه بناتي ومن سطير بن أوريثيرين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي اتأنخ بيو نفشايني بيو فاب النوتي بشاين انتني انتيرو آمين. صافي طوبة نعكرتوس وعزنكم لأن تسمع من مزامير معلمنا داود النبي بركته المقدسة تكون معنا آمين. فم الصديق يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم، ناموس الله في قلبه ولا تتعرقل خطواته. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد آمين. وقال أيضا لتلاميذه: كان إنسان غني له وكيل فوشى به إليه بأنه يبذر أمواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ أعطني حساب الوكالة لأنك لا تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ سيدي يأخذ مني الوكالة ولست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أسأل صدقة، قد علمت ماذا أصنع حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلونني في بيوتهم.
فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول كم عليك لسيدي؟ أما هو فقال ما أتى بث زيتين، فقال خذ سكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر وأنت كم عليك؟ فقال 100 كر قمح، فقال له خذ سكك واكتب 80. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة صنع، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل يكون أمينا أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ أخطيت أخواتي من أجل المسيح سامحوني وصلوا عني. I have sinned, forgive me and pray for me. شليل إيريني باسي يا إله المحبة ومعطي وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد الذي للفضيلة الذي أنعم لنا بالوصية الجديدة
بابنك الوحيد الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت. نحن غير المستحقين والضالين، وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلاصنا. نسألك يا سيدنا انعم لنا نحن عبيدك في كل زمان حياتنا التي على الأرض، ولا سيما بالأكثر الآن. انعم لنا بتفكير غير ذاكر للشرور الأولى، ونية بغير رياء وأفكار صادقة، وقلب محب للإخوة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. لكي ونحن نعطي قبلة روحية نهرب من شبه يهوذا الخائن، وكمثل تلاميذك القديسين الرسل فيما قد صالحنا بعضنا بعضا نكون بالنقاوة أطهارا ونتقدس بوساطة روحك القدس. Greet one another with a holy kiss. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Dear Lord, who art Jesus Christ, the Son of God, hear us and have mercy upon us. Offer in order, stand with trembling. Look toward the east, let us attend through the intercession of the Jesus and Mary, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you have come and الرب مع جميعكم. أين هي نشكر الرب مستحق وعادل، مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. O you, the being master, Lord God of truth, being before the ages and reigning forever,
everhood, dwell in the highest and look upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein. The Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who sits upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers, before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the powers. Look towards the east. You are he around whom stand. أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشاروبيم يسجدون لك formed us, created us, and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandments by the deception of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس قديسة مريم تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الموت الذي كنا ممسكين به ما
بعين بسبب خطايانا نزل يسوع إلى الجحيم عن طريق الصليب. وقام من بين الأموات he rose from the dead on the third day he ascended into the heavens and sat at your right hand oh Father he has appointed a day for recompense on which will appear to judge the world in righteousness and give each one and each one according to his deed. According to your mercy, O Lord. He instituted for us وَوَضَعَ لَنَا هذا السر العظيم الذي للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. نحو السماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكرا وباركه وقدسه لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعه لذاكري هذا هو الحق.
كذا الكأس likewise also the cup after supper he mixed of wine and water and when he had giving thanks he blessed it he sanctified it confess and we glorify he tasted and gave it also to his unholy disciples and saintly apostles saying drink of it all of you for this is my blood of the new covenant which is shed for you and for many to be given for the remission of sins this do in remembrance of me. You eat of this bread وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي نحن نصنع أيضا ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعداء وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له الله
And this cup also, the precious blood of his new covenant. Again I ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. الرعاة تضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. أعطي بهاء للإكليروس ونسكا للرهبان. طهارة للذين في البتولية وحياة صالحة للمتزوجين. رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء. دعاة للفضلاء ومعونة للمساكين. فهما ونجاحا للطلبة وعملا للمحتاجين. الشيوخ قويهم والذين في الحداثة أدبهم. غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة. وحل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا احسبنا في وحدانية التقوى. Make us all worthy, our Master, to partake of your holies and to the purification of our souls, our bodies, and our spirits, that we may become one body and one spirit, and may have a share and an inheritance with all the saints who have blessed you since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your one, only holy Catholic and Apostolic Church. Pray for the peace of the one holy Catholic and Apostolic Orthodox Church of God. Lord have mercy. هذه الكنيسة التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل سقف الرزقسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب بطريركنا الطوباوي المكرم البابا تودروس الثاني وشريكه الخرمة الرسولية بين اسقف المكرم الأنبا بيتر. صلوا وثائر أساقفتنا الأرثوذكسية. الذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة إنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعون قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبزياقونيين وسبع طغمات كنيسة الله. Wow.
وكل الخدام and all the servants and all who are in virginity and the purity of all your faithful people, remember, O Lord, to have mercy upon us all. Remember, O Lord, the salvation of this your holy place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of the city of ours and of all the cities, districts, islands, and monasteries. Lord, have mercy. And those who dwell there in wasakini nafiha bi'imani illa shabak shabak شعبك وكنيستك وكل العالم يطلبون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين ارحم اشفق يا رب على اولادك اشفق يا رب على صنعه يديك اشفق يا رب على العالم كله برحمتك سبحانه انزل الينا ربنا ارحمنا وسامحنا ارفع عن العالم على شعبك بوحدانية القلب اعطي طمأنينة وهدوءا وسلاما لبلادنا ولكل العالم هب اعتدالا لأهوات السماء. Graciously accord, O Lord, to bless there of heaven the fruits of the earth, the water of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field. This year, the rising of the waters of the rivers, this year that Christ our God may bless them and raise them according to their measure, that he may give joy to the face of the earth, sustain us the sons of men, save the cattle, and forgive us our sins. أسعدك نعمتك كمقدارها فرح وجه الأرض لروح أرثها تكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق باركنا
وبارك إكليل هذه السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا بك فرحا ونعيما، لكي نحن ايضا إذ تكن لنا الكفاية في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح. Remember, O Lord, those who have brought unto you these gifts, and those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought. Give them all the heavenly reward. This, O Lord, is the command of your only begotten Son that we share in the commemoration of your sins. Graciously accord, O Lord, to remember all the saints who have pleased you since the beginning, our holy fathers, the patriarchs, the prophets, the apostles, the preachers, the evangelists, the martyrs, the confessors, and all the spirits of the righteous perfected in the faith, most of all the pure, full of glory, ever virgin, holy Theotokos, Saint Mary, who truly gave birth to God, the Logos, while Qadis Anna Sabg Saba Shahid Qadis Vanasri Shan Sawli Shuhada, Wanadri La Ingili Marcus Rasul Tahir was Shahid, while Batira Qadis Savir Smalim Nadis Khorus Al Qadis Sanasis Rasuli, while Qadis Butrus Khatim Shuhada, رئيس الكهنة والقديس عنا زهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيلوس وقديس غريروس والقديس بس غريغوريوس ناطق بالاهيات والقديس والصانع عجاب والقديس غريغوريوس الارماني والثلاثة أما مغارات القديسين وجميع أولاد لباس الصليب أبانا أنبا بشويل أبانا أنبا صديق العظيم الأنبا أنطونيس والبار الأنبا بولا والثلاثة أما مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا أنس القمص أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطماهي حسقي تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيت والقول القديس أنبا موسى وحنس كام القس أبانا أنبا دانيال القمص أبانا أنبا إيسي زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصة تلميذه بكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعا علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارقة القديسين الذين أرادوا الرب إلينا
مين اشتي افانتوني نم بثمي افا بافلي نم بشوم تس اوب مكاري يوسف يؤنس بكلهم أغوز أفا بشوي أفا بابلين نيوتي إث أواب ذرو مئوس مكسي Thank you.
الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. وهكذا يكون من جيل إلى واهدينا إلى ملكوتك. Lead us throughout the way into your kingdom, that as in this so also in all things your great and holy name be glorified, blessed and exalted in everything, honored and blessed with Jesus Christ, your beloved Son, and the Holy Spirit. Peace be with you all. Again, let us give thanks to God the Pantocrator, وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل. أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسراره الإلهية الغير المائتة. الجسد المقدس the holy body and the precious blood of his Christ the Pantocrator, the Lord our God. Amen, amen. Pray, Lord have mercy. البركة والسلام لجميعكم. أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، حياة كل أحد. يا
معين الملتجئين إليه، يا رجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة القديسين الشيروبيم والسيرافيم وكل الجمع غير المحصى، الذي للقوات السمائية you have sanctified these gifts which are set forth through the coming down upon them of your Holy Spirit. You have purified them. Purify us also, our Master, from our sins, the hidden and manifest, and every thought which is not pleasing to your goodness, O God, the lover of mankind. May it be far from us. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نجرؤ بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول يا أبانا أبانا الذي ضعفنا أيضا واغفر لخطايا الكثيرة، وحيث كثر الإثم فتكثر هناك نعمتك، ومن أجل خطايا خاصة ونجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدوس. تفضل يا رب حللني وحلل كل شعبك من كل خطية، كل لعنة، كل جحود، كل يمين كاذب. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب تماما من كل أمراضي للشيطان المضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك يا رب كل ما يرضيك في كل حين. تفضل
اكتب أسماءنا مع صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بمسيح يسوع ربنا، والذين أمرونا يا رب أن نذكرهم أمامك، والذين رفعت هذه الذبيحة بأسمائهم يا رب، كل واحد باسمه، كل واحد باسمه يا رب. نجينا يا رب من الضجر والملل والتواني والكسل، ارفع عن العالم يا رب الموت والحروب والغلا والولاء، حل بسلامك يا رب في كل بيت وكل كنيسة. ترافع العالم يا رب واشفق عليه، اشفق على العالم اللي خلقته حسب قصد رحمتك، اعطي سلام لكل بيوت والكنائس، اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الرحيم، اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا تودروس، اذكر رب كنيستك الحاضر، اذكر يا رب هذه الكنيسه يا رب، افتقدها، دبر كل امورها يا رب، افز على اولادك وشعبك، كل واحد يا رب باسم كبير وصغير يا رب، اولاد وبنات شبان وشباب، خدام ومخدومين وخدمه. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها. القدسات للقديسين، the holy is for the holy is. Blessed be the Lord Jesus Christ, the Son of God. The sanctification is by the Holy Spirit. Amen. السلام لجميعكم. جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا، آمين. مقدس وكريم، جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا، آمين. The body and the blood of Emmanuel our God, this is true. Amen. Amen, amen, amen. I believe, I believe, I believe. واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس، ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، من سيدتنا وملكتنا كلنا، والتي القديسة الطاهرة مريم، وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. Giving for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of him. I believe, أؤمن، أؤمن أن هذا هو بالحقيقة، أمين. أن كل مجد وكل كرامة وكل سجود كل حين يليق بالثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن كلنا، جعلنا مستحقين يا سيدنا أن نتناول من جسدك المقدس نوم الكريم طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا وفي خطانا وأسامنا كان جسدنا.
حل واخلصنا ادفع لنا مريض كرحمتك يا رب يا رئيس الحياة والكرامة. خبز الحقيقة الذي نزل من السماء أخطيت أخواتي سامحوني وصلوا عني ليس من أجل استحقاق يا رب محتاج وعلاج جسد يسوع المسيح جسد عمانون هل أمين جسد عمانون هل أمين The body of our Lord Jesus Christ جسد عمانون جسد عمانون هل أمين جسد عمان مهنا أمين تياجيتي ساجيس فلوريتوس كيريوس جسد عمان وإيل إلهنا هذا هو بالحقيقة الأمين Yeah.
Oh,
The blood of our Lord Jesus Christ. Amen. تمنع مال ونحن أمين. ملاك هذه الذبيحة الصاعدة للعلو بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا. المجد لله في العالي. Christ our Lord, Christos Petnoti. يا ربنا يسوع المسيح يا ملك السلام أعطينا سلام أقر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك القوة المجد والعز والبركة للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نصلي بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات يا جميع الأمم صفقوا بأيديكم هللوا لها بصوت الابتهاج صعد الله بالتهليل والرب بصوت البوق رتلوا لله نرتلوا Thank you.
والآن محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد، شركة موهبة عطرحكس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. تعيشوا تصلوا.